يعد الأردن صمام أمان للسوق العراقي ومستودعا يغطي نقص أي سلعة غذائية أساسية بالعراق، واستئناف العمل في منفذ طريبيل الحدودي انعكس إيجابا على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين. وبحسب اقتصاديين فإن العراق والأردن يرتبطان بعلاقات اقتصادية رصينة لم تتأثر بالمتغيرات التي شهدها العراق طيلة العقود الماضية، إذ اعتمدت السوق العراقية على موانئ الأردن لتأمين وارداته من دول أمريكا وشمال أفريقيا، فضلا عن اعتماد المستهلك العراقي على منتجات أردنية كثيرة جعلت من المصنع الأردني يعتمد بنحو كبير على هذه السوق. وبحسب مسؤولين في المنفذ الحدودي فإن الواردات التي تدخل العراق عن طريق منفذ طريبيل يعود جزءا منها لمحافظة الأنبار، وهي بالتالي ستنعكس إيجابا على كل مجالات الحياة فيها من أجل إعادة استقرارها وإعمارها، فالأنبار اليوم بأمس الحاجة إلى أي إيرادات مالية. هاي الواردات جزء منها تعود إلى محافظة الأنبار، وهذه من تعود الواردات تنعكس على كل مجالات الحياة في المحافظة، على الصحة والبنى التحتية للمحافظة، التنسيق مع الجانب الأردني مستمر، وإحنا على اتصال دائم معهم في تنسيق عملنا في إدخال وإخراج الشاحنات وتذليل كافة الصعوبات اللي تتعق العمل. في الوقت الحاضر يعني تدخل من 125 إلى 150 شاحنة، وطبعا هذا هو مو طموحنا، احنا طموحنا انه نحو الافضل نزيد عدد الشاحنات بشكل احسن من هذا الرقم. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لمراحل متقدمة من حيث حركة المسافرين والبضائع، الا ان المعنيين يتأملون المزيد. ويخصص قانون المنافذ الحدودية ما نسبته 50% من واردات المنافذ الى المحافظة. يعد منفذ طريبي من المنافذ الحدودية المهمة في العراق، كون حجم التبادل التجاري بين الحكومة العراقية والحكومة الأردنية وصل لمراحل متقدمة من حيث الأعداد اليومية، من حيث حركة المسافرين، وهو من المنافذ المهمة بالنسبة لمحافظة الأنبار والحكومة المركزية، وحجم التبادل التجاري الذي وصل إلى أعلى مستوياته إن شاء الله في هذه السنة. هذا ويعتمد الأردن على العراق لتأمين جزء كبير من حاجته من النفط وتشغيل الجزء الأكبر من أرصفته البحرية والنقل البري واستثمار الجزء الأكبر من الأموال العراقية العائدة إلى مستثمرين في قطاعاته الاقتصادية.